ازيك؟ في ايه يا عمر؟ انت مين يا هالة وبتشتغلي ايه بالظبط؟ انا مين وبشتغل ايه يعني؟ ايه مش فاهمه؟ ايه جاوبيني من غير تهتهه. انتوا بتتاجروا في المخدرات؟ في السلاح كمان. ايه ده، انت مش عارف؟ طيب انا شفتك النهارده الصبح بتاخدي حاجه من سواق ليموزين وهو نفس الراجل اللي فريد بيشتري منه. ثانية واحدة، هو انت بتراقبني ولا ايه؟ انت تعبان يا عمر؟ انا بقول لك روح دلوقتي احسن، هنبقى نتكلم بعدين. مفيش بعدين، اشرف بلغ البوليس. مين اللي قالك الكلام ده؟ انا شفت بنفسي. حسن جه واتخانق معاه، وبعد ما مشي حسن اشرف كلم البوليس وقال له كل حاجه. قال لهم ايه؟ انجز يا عمر، قال لهم ايه؟ ليه كدبت عليا يا هلا؟ ليه؟ امشي دلوقتي يا عمر، يلا امشي، روح روح. عايز تمشي؟ يلا خليك. ايوه يا علي، بقولك ايه؟ هات سيفه تعالى دلوقتي عند الرصيف. مش هعرف اشرح لك دلوقتي، المهم نتحرك بسرعه. يلا. كان واضح لي في اللحظات دي اني خلاص وصلت لاخر الخط. كنت غبي من الاول، بس كنت ابقى اغبى واغبى لو كملت. ازاي حطيت نفسي في الموقف ده يعني؟ وعيلتي، عمري ما كنت ممتن لعيلتي أو لحياتي قد اللحظة دي. أستاذ عمر، أنت قلت لي إنك رجعت القاهرة في نفس الليلة، مش كده؟ مظبوط يا فندم، في نفس الليلة. بعربيتك؟ أي يا فندم، بعربيتي. أمال هيكون في إيه؟ حبيت أتأكد بس. تحت أمر. تقدر تتفضل، آسفين عطلناك. العفو يا فندم، أنا أتمنى أكون فدت حضرتك. جدا. بعد إذنك. أستاذ عمر، معلش نسيت حاجة. أنت تعرف فندق اسمه كارافان؟ لا يا فندم. يعني ما نزلتش فيه قبل كده؟